يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأصل في الرقى الحل إلا ما كان شركا بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في الرقى، الرقى عبادة يا أخي، الأصل فيها أنه ما يعمل منها إلا ما وافق الدليل من الكتاب والسنة، الأصل فيها المنع إلا ما وافق الدليل من الكتاب والسنة. نعم.